أحييكم في متابعات، ونخصص هذه الحلقة في يوم المرأة العالمي في 8 آذار لنتحدث عن الانتهاكات التي تتعرض لها النساء في البحرين، حيث تقبع عشرات، أو في 8 آذار عشرات النساء في البحرين تم اعتقالهن وتعذيبهن. نسلط الضوء في هذه الحلقة على الانتهاكات إذن التي تعرضت لها النساء في البحرين داخل السجون وخارجها. نتابع بعض التفاصيل ونعود. بعدين قعدنا على الكرسي، وبطريقة قام يتحرش أو يكفي هذا المقطع المصور لمعتقلة الرأي السابقة نجاح يوسف التي كسرت الصمت لتتعرف إلى نساء البحرين صانعات الثورة ووقودها في اليوم العالمي للمرأة. تحية خاصة إلى حرائر البحرين، أمهات وأخوات وزوجات شهداء ومعتقلين ومبعدين ومطاردين، إلى المعتقلة السياسية الوحيدة زكية البربوري، إلى سجينات الرأي السابقات هاجر منصور ومدينة علي ومديحة الخور وفوزية ما شاء الله وأميرة القشعبي وزينب مكي وفاتن حسين وسوسن معيوف وأخريات ممن زجت بهم السلطات في السجون وتعرضن لانتهاكات جسيمة داخلها وخارجها. أكثر من 345 امرأة اعتقلت واستدعيت أكثر من 1600 تعسفا، منهن موظفات في الجسمين التعليمي والطبي ومختلف الحقول المهنية. تقارير المنظمات الدولية كشفت أن اعتقال النساء في البحرين لأسباب سياسية ليس وليد الأحداث الأخيرة، بل تم الإقدام عليه في 90ات القرن المنصرم، لكن الأمور لم تصل إلى ما وصلت إليه راهنا. تعرضت المعتقلات لكل أنواع التعذيب نفسيا وجسديا وللتحرش الجنسي. الناشطة الحقوقية ابتسام الصائغ مثالا: لم تولي السلطات اعتبارا لأن طبيعة البلد إسلامية وشيمه عربية لترفض استهداف النساء واعتقالهن، استهداف وصل إلى حد قتلهن. بهي العرادي نموذجا استشهدت في مارس 2011 بعد إصابتها بثلاث رصاصات غادرة وجرى التعتيم على الحادثة. أكثر من 34 امرأة استشهدت منذ فبراير 2011. عشرات النساء محرومات من حصول أبنائهن على جوازات السفر إذا كان أزواجهن من ضمن المعتقلين أو المهجرين السياسيين، بالإضافة إلى فصل عدد من الناشطات المعارضات من وظائفهن على خلفية ثورة 14 من فبراير. تقرير سابق لجمعية الوفاق أكد أيضا أن النساء روعن في بيوتهن خلال المداهمات التي تشنها القوات الأمنية على منازلهن، تعرضن للضرب من جانب عناصرها. يضاف إلى ذلك سياسة التمييز الممارسة ضد المرأة في العمل والتوظيف بسبب انتمائها المذهبي، الأمر الذي خلف آلاف الجامعيات العاطلات. في هذا اليوم العالمي لابد من الإشارة إذن إلى حقوق المرأة المهدورة، وهو ما يخالف حقوق المرأة التي نصت عليها مواثيق الأمم المتحدة. فالدرجات الدنيا من حرية التعبير تكفي لعدم اعتقال النساء، كما قال الشيخ علي سلمان سابقا موضحا أنه لو حضر شيء من شيم العروبة لما كانت هناك امرأة في المعتقل. حول هذا الموضوع يسعدني أن أرحب معي بالأستاذة غنى الرباعي الباحثة في منتدى البحرين لحقوق الإنسان، تنضم إلينا مباشرة عبر خدمة سكايب من لبنان. أستاذة غنى مساء الخير. مساء الخير لك وللجميع متابعينك، وأبارك لكم في هذه المناسبة، مناسبة يوم المرأة العالمي. أبارك لجميع نساء العالم في هذه المناسبة، ونأمل أن يتحسن وضع النساء حتى العام المقبل. وبهذه المناسبة أريد أن أبارك للسلطات البحرينية التي كانت تتبجح اليوم في إنجازاتها من ناحية تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، أنها فعلا حققت المساواة بين الرجل والمرأة تحديدا على صعيد انتهاكات حقوق الإنسان، حيث أنها كما اعتقلت الرجال هي اعتقلت النساء والطفلات وعذبتهن ومارست مختلف أنواع التعذيب بحقهن في مراكز الاحتجاز والتحقيق
ولذا إن كان هذا بالنسبة لها إنجازاً على هذا الصعيد، نحن نذكرهم بهذا الصعيد الذي أغفلوا ذكره اليوم فيما خص المساواة. طيب أستاذة غنى، نحن أيضا بدورنا أن نبارك لكم هذا اليوم. أستاذة غنى، نحن نخصص هذه الحلقة للحديث عن هذه الانتهاكات التي ذكرتها والتي نالت المرأة في البحرين نصيبها منها. يعني البعض اليوم قد يظن إذا نظر من الخارج أن المرأة في البحرين لها اعتبارات مختلفة عن الرجل، كوننا نتحدث يعني عن مجتمع محافظ في البحرين، ولكن نشهد رصد متكرر للانتهاكات من يعني من قبلكم، من قبل منظمات الحقوقية، نشهد رصدا يعني بشكل دوري وبشكل دائم لانتهاكات مورست ضد هذه المرأة في البحرين. إذا أردنا أن نختصر للرأي العام مجمل الانتهاكات التي تعرضت لها نساء البحرين، بل تعرضنا لها، ما هي مجمل هذه الانتهاكات، أو باختصار ما هي أنواع الانتهاكات التي تعرضت لها هذه النساء؟ في الحقيقة أن السلطات في البحرين لا تميز بين رجل ومرأة من ناحية الانتهاكات أبدا، فعلا هي لا تميز. فهناك منذ سنة 2011 حتى نهاية سنة 2020 تم اعتقال عشرات النساء على خلفية سياسية، حتى بلغ عدد بعضهن اعتقلنا أكثر من مرة، حتى بلغ عدد حالات اعتقال النساء في السجون 236 حالة، من بينهم 9 طفلات. وكما شاهدنا في التقرير الذي عرضتموه، بعض يعني إحدى معتقلات الرأي حاولت الانتحار أو فكرت بالانتحار بسبب التعذيب، الاعتداء الجنسي، يعني التعذيب على مختلف أنواع، سواء الضرب أو الحرمان من العلاج، فضلا عن مداهمات المنازل التي تحدث بشكل استمرار معظمها في منتصف الليل، وذلك يؤثر على النساء اكثر من الرجال، لانه نعرف حرمات المنازل كيف تكون، المراه في منزلها كيف تكون، ثم تداهم قوات الامن هذه البيوت غير مراعيه لحرمات المنازل وللنساء فيها. ان السلطات في البحرين تحاول ان تبرز نفسها على انها لعلها الدوله العربيه الأكثر أخذا بعين الاعتبار لموضوع النساء. نرى أول رئيسة مجلس نواب عربية في البحرين، ذلك لأن السلطات البحرينية تضعها كواجهة، تحاول من خلالها تحسين صورتها على هذا الصعيد، ولكن نذكر إنها أول رئيسة مجلس نواب عربية تصل بشكل غير شرعي، تصل بانتخابات قطعها معظم البحرينيون، وهي المرأة التي تبجحت وتفاخرت بتأييدها لقرار التطبيع الرسمي مع عدو شعبها، ولا هي إذن ليست مفخرة للمرأة العربية، بل هي عار على المرأة العربية. طيب إذا أردنا أن نركز بموضوع ما ذكرته، النساء المعتقلات، المرأة داخل السجن، معتقلات الرأي تحديدا في البحرين، تعرضنا لعدد من الانتهاكات، كان ربما أبرزها التحرش، وهو أقصى ربما أنواع العنف الممارس ضد المرأة. أي آثار تركته هذه الأنواع من التعذيب ضد المرأة، ونحن نتحدث عن الاعتداء الجنسي، عن التحرش، ومعروف اليوم قساوة، وأنه هذا أحد أقصى أنواع العنف الممارس ضد المرأة في السجون؟ يعني هذا أفضل من يمكن أن يعبر عن هذا الأمر هنا المعتقلات نفسهن، كما شاهدنا في التقرير، يعني هذا الأمر يترك أثر بالغ عليهن، ربما أكثر من الرجال، ولا يتم التعويض عليهن. بالنسبة لهذا الأمر، سواء كانت الإمرأة معتقلة رأي أو معتقلة جنائية، هذا أمر يعني يجب فعلا التعويض عنه، إن كان يمكن التعويض عنه، هو أمر غير مقبول وغير مراعي أبدا لجميع شرائع الأمم المتحدة أو القوانين الدولية والمبادئ الدولية العامة. ولذا يعني هذا الأمر غني عن أن نتكلم عنه، لأنه يتكلم عن نفسه بنفسه، هو بعنوانه يبرز وحشيته ويعني عدم مشروعيته، يعني لا يمكن حتى أن نقول فقط عدم مشروعية، لأن هذا أمر أكثر من بديهي. ولكن تأثير هذا الأمر على المجتمع إنما هو يزيد نفور الشعب من السلطة في البحرين. لكي نفهم ربما يعني نظرة حكومة البحرين إلى المرأة حقيقة، لابد أن نفهم العامل النفسي الذي يتم اللعب عليه، خاصة خلال التحقيق مع النساء. ما مدى واقعية
هذا العمل النفسي، لأنه استمعنا لشهادات تتحدث عن تهديد النساء بأبنائها أو عائلاتها خلال التحقيق، والعكس أيضا، يعني تهديد الرجل بزوجته أو بناته يعني خلال التحقيق، أيضا هذا نوع من التعذيب النفسي. إلى أي مدى هذا واقعي؟ هل تسمعون شهادات من هذا النوع؟ هذا فعليا ما يحصل مع جميع معتقلي الرأي تقريبا، خصوصا الذين يحكمون بالأحكام الأقصى مثل الإعدام أو المؤبد أو غيرها، وإسقاط الجنسية. هذه الطريقة بإضافة على أنها وسيلة للتعبير عن الكيدية التي تمارسها السلطة، هي أيضا الوسيلة لمحاولة الضغط على المعارضة البحرينية وعلى المجتمع المدني البحريني لكي يتراجع عن إبراز حقيقة ما تقوم به السلطات من انتهاكات بحقوق الإنسان أو حرمان شعبها من حقوقه المدنية والسياسية. ولكن هنا نسأل، ماذا رأت السلطات نتيجة من ذلك؟ هل هي فعلا حققت هذا الضغط على شعبها؟ نحن لا نعتقد هذا. الحراكات مستمرة، وتيرة الاحتجاجات منذ سنة 2011 مستمرة، سواء بعد تعذيب النساء أو الرجال، وللأسف أيضا وتيرة التعذيب مستمرة وهي في حالة تزايد. نحن نجزم أن هذه الوسيلة لن تؤدي إلى أي نتيجة ضغط، بل لن تحدث أي ضغط فعلي على هذا المجتمع، إنما ستزيده إصرارا وعزما على الاستمرار ويقينا بأن هذه السلطات لا تمثله. هناك عدد من النساء، إن استمعنا بالتقرير كما أشرت إلى عدد من النساء اللواتي كسرن حاجز الصمت فيما خص أساليب التعذيب الممارسة ضد المرأة في سجون البحرين. عدد منهم غرد، عدد منهم تحدث في مقابلات تلفزيونية. كيف تقيمون اليوم تعاطي المجتمع الحقوقي الدولي حقيقة مع هذا النوع من القضايا، خاصة أن نتحدث عن نساء تعرضوا لهذه الأنواع من التعذيب؟ طبعا أن المجتمع الدولي يحتاج إلى الدليل، أو يحتاج إلى الوقائع الحقيقية التي حصلت، ولا يكتفي فقط بالأرقام. ولذا كسر الصمت وخروج هذه النساء والقول يعني والتصريح بما حصل فعلا لهن، هذا يحرك المجتمع الدولي، وإن كانت توصياته بالكثير من الأحيان هي غير ملزمة بحق السلطات البحرينية، ولكنها تحدث ضغط لحد ما في هذا الشأن. ولهذا وكل ما حصل مع معتقلات رأي في السجون هو أمر لا يعيبهن كما تحاول السلطات أن تضغط عليهن، اللي ربما ليشعرن بذلك، إنما لا، هو يعيب السلطات التي مارسته، بل وهو سيكون الوسيلة التي تضغط على السلطات للحد من هذه الانتهاكات بعد أن يتم فضحها ونشرها أمام الرأي العام الدولي من خلال هذه الشخصيات كالسيدة ابتسام الصائغ، السيدة نجاح يوسف، أو هاجر المنصور وغيرهن. طيب البعض في مرحلة ما حاول أن يصور لنا سجون البحرين على أنها فنادق خمس نجوم. إذا أردنا الحديث عن بيئة السجون وأماكن الاحتجاز، خاصة ونحن نتحدث عن المرأة، إلى أي مدى بيئة السجن اليوم ومكان الاحتجاز، ونعرف أن هناك سجن خاص بالنساء، تتواءم حقيقة مع طبيعة المرأة الجسدية والنفسية؟ هل هي أماكن يعني موائمة لكون يعني المرأة موجودة في مثل هذه الأماكن؟ أن الجهات التي يكون من صلاحياتها تقييم السجون هي ليست نفس الجهات التي تدير السجون، لأنها شهادتها مجروحة من هذه الناحية. نحن بهذه المناسبة نعيد ونطالب السلطات البحرينية بالسماح لهيئة الصليب الأحمر الدولي للدخول ومعاينة السجون وكتابة تقرير حول هذا الشأن. أما بالنسبة لفنادق الخمس نجوم، منذ فترة قصيرة كانت معتقلة الرأي زكية البربوري ومعها المعتقلات في سجن مدينة عيسى للنساء أضربنا عن الطعام بسبب سوء المعاملة وبسبب انتشار الأمراض، خصوصا الأمراض الجلدية داخل السجن، وبسبب عدم تجاوب السلطات مع مطالبهن من هذه الناحية. فضلا عن التعذيب وسوء المعاملة، أوضاع السجون حتى البيئية غير ملائمة لعيش إنسان فيها، هي أوضاع غير صحية تسبب الأمراض، يعني قد
يعني قد تؤدي إلى حالات تتأزم فيها بعض حالات المعتقلين الذي أصلا يعانون من أمراض مزمنة. ولذا عن أي فنادق 5 نجوم نتكلم هنا؟ طيب اليوم يعني ذكرتي وجهتي رسالة في بداية الحلقة، الآن أيضا لدينا مؤسسات رسمية معنية بتمكين المرأة البحرينية، كان يعني استمعنا للكثير من برقيات التهنئة لها اليوم في يوم المرأة العالمي. من خلال رصدكم اليوم، هل قدمت أو تقدم مثل هذه الجهات الرسمية أي دعم على مستوى القضاء على العنف النفسي والجسدي الرسمي الممارس ضد المرأة في السجون؟ استمعنا إلى كثير من برقيات التهنئة، هي نفس المؤسسات التي تكلمت عن المساواة، نفس المؤسسات التي أخذت المساواة محقق يعني على صعيد الإنسان. نطالب هذه المؤسسات أن تنظر إلى هذه الناحية من المساواة، وأن تنظر إلى هذا الشأن، تنظر يعني سلبيات ويعاني بأعينهم سجن النساء ثم تقرأ. طيب أستاذة غنى، يبدو لدينا مشكلة في الصوت، يعني أنا لم أسمع سيدة غنى. أستاذة غنى تسمعينني؟ طيب انقطع الاتصال. نعم يبدو فقدنا الاتصال بالأستاذة غنى الرباعي، سنعاود الاتصال بها من جديد لنستكمل هذا الحديث في يوم المرأة العالمي. أستاذة غنى تسمعينني الآن؟ أسمعكم. طيب يبدو كان لدينا مشكلة في الصوت، لم نستمع الإجابة. كنت سألتك عن المؤسسات الرسمية المعنية بتمكين المرأة أو تحمل هذه العناوين في البحرين، أي دور يمكن أن تلعبه، أو هل رصدتم دور لعبته مثل هذه المؤسسات الرسمية في التخفيف لو نفسيا لو جسديا من العنف الممارس ضد المرأة في سجون البحرين؟ نعم، هذه المؤسسات هي نفسها التي تكلمت اليوم، هذه المؤسسات التي قلت أنها تلقت برقيات التهنئة اليوم. نعم، هي نفسها اليوم التي تكلمت عن المساواة، هي نفسها التي نريدها أن تنتبه لعلها تغفل في المساواة التي تحقق فعلا على صعيد انتهاك حقوق الإنسان، المساواة بين الرجل والمرأة من هذه الناحية. هذه المؤسسات لم تحقق أي شيء فعليا للمرأة على المستوى الحقوقي، إنما حققت فقط ما تريد السلطات أن تظهره للمجتمع الدولي كناصرة لحقوق المرأة وغيرها، ولكن كل ما تعاني منه المعارضات في البحرين لم ينظر إليهن، وكأنهن فئة غير بحرينية، يعني حتى يعني بعض حالات إسقاط الجنسية كي نقول ربما هن من النساء. ولذا يعني هل هذه نريد أن نسأل هذه المؤسسات، هل المعارضات في البحرين هن فئة خارجة عن المواطنين البحرينيين؟ لماذا لا ينظر لهن؟ لماذا لا يؤخذن بعين الاعتبار؟ كما يعني لماذا بشكل عام التصويب فقط على ما يحسن صورة السلطات، وليس ما يعني يعطي الشعب الذي يعيش في البحرين النظرة، يعني الإحساس الملموس بأن هذه الحقوق فعلا مطبقة. هذا ما يدفع للسؤال عن الدور الذي لعبته المرأة في البحرين في النشاط الحقوقي تحديدا، نحن نتحدث معكم يعني على المستوى الحقوقي. السؤال، أي دور لعبته المرأة في البحرين في النشاط الحقوقي، خاصة أنه عدد منهن استهدفنا بسبب نشاطهن الحقوقي ولدينا الكثير من النماذج؟ على المستوى الحقوقي المرأة في البحرين متصدرة، كانت دائما في المظاهرات منذ سنة 2011، وهي دائما وهي يعني بشكل عام في السجون مثل غيرها، وهي في المؤسسات الحقوقية المستقلة، يعني كالسيدة ابتسام الصائغ التي يعني هي فعلا مثل أعلى من هذه الناحية، والكثير من المدافعات عن حقوق الإنسان في البحرين. كما أنها يعني على المستوى الحقوقي يعني
ربما يعني نستطيع أن نقول أنها ليست كوتا نسائية فقط في المجتمع الحقوقي، بل هي ربما أكثر من 50% حتى في هذا المجال، لأنها تتصدره. ونرى ليس فقط من ناحية مؤسسات حقوقية، نرى في عوائل المعتقلين، أمهات المعتقلين، أمهات الشهداء، أم الشهيدة التي قالت لم نرى إلا جميلا، هذه امرأة يعني هي مثل أعلى، وهي التجسد الحقيقي لمعنى أن المرأة متصدرة في البحرين على المستوى الحقوقي. اليوم يعني في هذا اليوم العالمي للمرأة، هناك معتقلة رأي ما زالت موجودة داخل سجون في البحرين، نتحدث عن مهندسة زكية البربوري، وهي إحدى هؤلاء النساء لا تزال موجودة في السجون. كيف يتابع ملف البربوري، وهل من مستجدات في أوضاعها أو عن أوضاعها اليوم، وخاصة أنه قبل فترة كما ذكرتي كانت يعني في إضراب عن الطعام بسبب سوء الأوضاع داخل السجن؟ نحن لازلنا نتابع حالتها، لازلنا نطالب بالإفراج الفوري غير المشروط عنها، ولكن الوضع لا نراه يتقدم فعلياً. السلطات لا تتجاوب من هذه الناحية، تريد أن يعني تجعلها تستمر في يعني أن تبقى في السجن حتى إنهاء فترة محكوميتها التعسفية، ولذا هذا هو حال معتقلات الرأي في السجن. نأمل الفرج القريب لها كما حصل مع معتقلة الرأي في السعودية لوجين الهذلول. شكرا جزيلا لك يا الأستاذة غنى رباعي، الباحثة في منتدى البحرين لحقوق الإنسان. أشكرك جزيلا، شكرا على هذه المشاركة، كنت معنا مباشرة عبر خدمة سكايب من لبنان. مشاهدينا أشكر أيضا موصول لكم على متابعة هذه الحلقة، إلى اللقاء.